نابية كتير يعني. طبعا مش عايزة اقول اللي يعني، فهي عايزة تهذب من سلوك الشارع المصري. الشارع المصري. ما قالتليش هتدولي كام، ما قالتش يعني موضوع الفلوس ده مش هو ده كان. لا هي هي خدت اكبر اجر الممثله وقتها يعني، اللي هو 5000 جنيه. 5000 جنيه في الحلقه بمعنى 75000 جنيه. 75000 جنيه هو ما تقاضته سيد الشاشه العربيه على المسلسل. طب بدات الحكايه ازاي؟ انا قالوا لي هيك كنت زعلانه جدا ان شاديه الله يرحمها ما قدرتوش تخلوها تقف قدام شاشه صغيره. بدأت ان انا كنت في الثمانينات يعني بيعتبر ان ممكن العشر سنين اللي انا ابتديت وبقى لي وجودي يعني. فكان كل من مدام فاتن ومدام شادية ومدام ماجدة بعد كل عمل اعمله بيبقى فيه، خصوصا ان انا كنت تقريبا المخرجه المرأة في وقتها. اول مخرجه افتكر اول مخرجه، لكن في يعني في الوقت ده مخرجه المرأة بين الرجال يعني. فكان يتصلوا بيا ويهنوني على العمل. فالاول مدام شاديه قالت لي انا عايزه اعمل مسلسل تخرجوا لي. فاكره ان احنا اتقابلنا مع بعض في مسرحيه ريو سكينة. فرحت لاسامه قلت له دلوقتي مدام فاتن عايزه مسلسل وصباح وكاش. ورحنا لمدام شادية البيت وكله يعني، بس اسامه كان عنده شغل كتير جدا ففضل يأجل في المسلسل لغايه لما مدام شادية اتحجبت.